مساء الخير جميعا. فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي في هذه الليلة 29 من نوفمبر 2015 توجهت بكلمة للمرة 37 إلى الشعب التونسي العظيم من قصر قرطاج، ذلك القصر الذي شكل منعرجا تاريخيا لتونس وأخذت منه جميع القرارات التي أثرت على المصلحة الوطنية للمواطن التونسي. سيادة الرئيس، لقد حاولت دائما ومنذ توليك منصب رئيس الجمهورية التونسية أن تأخذ قرارات صعبة في فترة صعبة نوعا ما تمر بها تونس ويمر بها الشعب التونسي والمصلحة الوطنية، لكنك وطوال فترة توليك سدة الحكم في تونس أصبح واضحا بالنسبة لي ولجميع التونسيين أنك فشلت على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفقدت تماما القاعدة السياسية التي انتخبتك وأعطتك ثقتها في شخصك. لذلك لا داعي في استمرار جهودك التي أصبحت غير مثمرة وباءت بالفشل والبكاء والنواح من هو من المفترض أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية. سيادة الرئيس، من موقعي هذا وكمعارض تونسي ومتابع سياسي لما يحدث في تونس وعلى الساحة التونسية، أرى أنه من الضروري إنهاء توليك لرئاسة الجمهورية التونسية. وإن رفضت ولم تستجب فإنك بذلك تكون غير مخلص لروح الديمقراطية في تونس، فبقاؤك في هذا المنصب يشكل عمدا منك زعزعة الاستقرار في تونس ويجعل الدولة مهددة بالسقوط والانهيار. أنا متأكد أن الخيار صعب بالنسبة لك ولعائلتك للقيام بهذه الخطوة، لكن اسمح لي باسمي وباسم الشعب التونسي والشباب التونسي الذي كان يطمح لحياة ومستقبل أفضل يوم 14 جانفي 2011 بأن أعلمك أن المصلحة الوطنية تأتي دائما قبل الاعتبارات والمصالح الشخصية. لقد فعلها الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في 8 أوت 1974 تاريخ ميلادي، مش تاريخ يعني السنة. وأنا متأكد بحكم كبري سنك، يعني تبارك الله عليك وربي يطول في عمرك، أنك تتذكر جيدا هذا اليوم وهذا القرار الذي أخذه رئيس جمهورية ديمقراطي وشهم كالرئيس نيكسون. فهل تستجيب سيادتك لهذا المطلب الشعبي لأجل المصلحة العليا للوطن وللدولة التونسية؟ إن الوضع في تونس أصبح صعبا جدا على جميع المستويات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وبعد أن تبين أنك أعدت تونس إلى فترة ما قبل 7 نوفمبر 1987، فإنني يا سيادة الرئيس أناشدك الاعتراف علنا بفشلك في مهمة رئيس جمهورية تونس، ومن واجبك أن تضع مصلحة تونس أولا، لا سيما في هذه الفترة الصعبة التي أشبعتمونا فيها بالكذب والنفاق والخيانة والمذلة والخضوع للخارج، وكأنه لمواجهة تحديات الداخل يجب الركوع للخارج. سيادة الرئيس، ليست هذه السياسة. سيادة الرئيس، من موقع هذا أنا أناشدك بالاستقالة، لأن استمرارك في منصب سكرتير رئيس جمهورية تكون قد أضعت على تونس وشعبها فرصة تاريخية للتركيز على القضايا الكبرى التي تهم المواطن التونسي وتهم جيبه وقوته ومستقبله. ببقائك في منصبك تكون قد أضعت على أجيال تونس الفرصة، فرصة الأمن والسلام والازدهار والرخي مع تخفيض التضخم المالي في البلاد في الداخل. فخامة الرئيس، لقد أخذت فرصتك ولكنك فشلت بجدارة على جميع المستويات التي لا أستحق ولا تستحق مني إحصائها ولا تعدادها. وعلى سبيل المثال، تفريطك في 3 بنوك وطنية لصالح الملياردير الأمريكي جورج سوروز
الذي يقف وراء جميع الثورات العربية بما فيها انقلاب الياسمين، انقلاب الياسمين وليست ثورة الياسمين، على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، على شاكلة انقلاب الورد، على الرئيس الجورجي جمهورية جورجيا إدوارد شيفرنادزي، والذي كان محظوظا مقارنة بالرئيس بن علي فقد بقي على قيد الحياة إلى تاريخ 7 جويلية 2014. أما الرئيس زين العابدين بن علي فلقد اختلتموه جسديا يوم 14 جانفي 2011. وإن أردتم نفي هذه الحقيقة المرة بالنسبة إليكم والسر على التونسيين والعالم أجمع، فأنا قيس معالج أتحداكم جميعا بتمكينه من مخاطبة الشعب التونسي عبر وسائل الإعلام المرئية والسمعية. سيد الرئيس، أنتم عاجزون بالضبط كما عجزكم على تسيير تونس إلى بر الأمان في هذه المرحلة الصعبة، وخطابكم الليلة هو اعتراف بهذا العجز والفشل. سيادة الرئيس، أعي جيدا أن الشعب التونسي لا يطمح وليس من مصلحته الدخول في فراغ سياسي، ولكن يمكن تطبيق الدستور والقيام بانتخابات مبكرة، انتخابات رئاسية مبكرة ديمقراطية وشفافة وحقيقية، ليست كما التي قمتم بها مؤخرا والتي أنا شخصيا رفضت الترشح فيها بعد أن لاحظت أنكم تعمدتم تزويرها والإخلال بها بإدخال العديد من الشخصيات الدماء التي تنتمي إليكم ضمن مرشحين لا مستوى سياسي لهم من أجل تميع وجودهم في السياحة في الساحة السياسية وتلميع صورتكم التي أغرت الشعب التونسي. وها هو اليوم هذا الأخير الشعب التونسي العظيم يعي أنه أخطأ الخيار بعد أن كان يعلق آمال كبيرة في شخصكم من أجل إيجاد مواطن شغل للجميع في جميع ولايات الجمهورية وضرب الفساد والرشوة. فالشعب التونسي أعلن رفضه لعائلة الطرابلسي ليس ليعطيك الفرصة لكي لك ولغيرك، مسؤولية جماعية لك ولغيرك بتمكين عائلات ثانية من إرث التركة التي تركها الطرابلسية. فخامة الرئيس الباجي قايد سبسي، من موقع هذا وديمقراطيا أقول لك ديجاج، فأنت خنت اليمين الدستوري وبعت العباد والبلاد. فخامة الرئيس، من موقع هذا لا أريد أن أوجعك من يدك التي توجعك، وأسحب تاريخك لما توليت رئاسة الحكومة التونسية بعد انقلاب 14 جانفي 2011، وكيف كنت تجند الشباب التونسي وتعطيهم السلاح لإسقاط الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. فهل تعلم يا فخامة الرئيس أن أولئك الشباب الذين بعثتم بهم إلى ليبيا هم ذاتهم الذين يطلق عليهم اليوم اسم داعش ويحاربون في العراق وسوريا؟ اليوم تصرخ وتتباكى على شاشات التلفزيونات بأنك تريد محاربة داعش أو الإرهاب، وأنت شخصيا من ساهم في تكوين داعش، فهل تنكر هذا يا سيادة الرئيس؟ إن الشعب التونسي اليوم يتطلع إلى مستقبل أفضل مشرق ومزهر، إن الشعب التونسي اليوم يطمح إلى مواطن شغل ورخاء واستقرار وأمن، ولا يطمع لأمن يرهب الشعب ويسلط العصا على شباب تونس، ولا يريد أمن يرهب المواطن وأكاذيب سياسية إرهابية لبقائكم في السلطة. السلطة يجب أن تبقى بخدمة الشعب ولا تسلط لقمع الشعب. فخامة الرئيس، لقد فشل من أتوا من قبلك، وعاملوا الشعب على الشكل التي أنتم اليوم تتعاملون فيها مع المواطن التونسي. لذا وجب
أن تستقيل سلمياً وديمقراطياً ودستورياً وترك هذا المنصب للشباب التونسي. فتونس تعج بالطاقات والخبرات، وبإمكاننا قيادة السفينة إلى بر الأمان قبل غرقها بمن فيها. فخامة الرئيس، باتخاذك قرار الاستجابة لمصلحة الوطن العليا والاستقالة، تكون قد سارعت في بداية عملية الإصلاح الديمقراطي الحقيقي. فنحن كشعب تونسي في حاجة ماسة إلى الإصلاح الديمقراطي الذي يضمن الحرية والكرامة والرخاء والأمن للمواطن، وليس ذلك الإصلاح الديمقراطي الذي أتى به الملياردير الأمريكي جورج سوروز عبر بيادقه في تونس بما فيهم سيادتكم عبر منظمة Open Society Foundation، مؤسسات المجتمع المفتوح. فخامة الرئيس، اترك المسؤولية لنا فنحن لها ونحن مستقبل تونس. والسلام عليكم ورحمة الله. قيس معالج، مواطن غيور على تونس. والسلام.